واجهات محلات الأزياء ومداخلها تعتبر أماكن مهمة لأنها تجذب الزبائن وتعطي صورة عن فخامة وذوق القائمين على المحل مثلا. لذا هناك اهتمام كبير في كيفية عرض الأزياء وتزيين الواجهات. في الكويت وضع أحد المحلات التجارية في مول 360 في حولي هذه المجسمات التي قيل إنها لفينوس، وهي إلهة الحب عند الرومان، في مدخل المحل كما ترون في هذه الصورة المتداولة. اشتكى بعض المواطنين لوزارة التجارة فقامت بإزالة تلك المجسمات من المحل لمخالفتها، كما قيل، الشريعة الإسلامية، كما نقل الإعلام المحلي. ويبدو في الصورة أن موظفي المحل يأخذون المجسمات يقومون بنقلها إلى مكان آخر. بعد إزالة هذه المجسمات تحول الأمر إلى جدل عن التماثيل والأصنام في الإسلام على وسائل التواصل بين معارضين ومؤيدين لوضع هكذا مجسمات. النائب السابق والأمين العام لتجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري يقول: شكرا جزيلا للأخوة في الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة، وإن كان هذا واجبهم، على إزالة هذه التماثيل التي يزعم بأنها إلهة للحب في تقليد أعمى وعمى بصيرة مع جشع تجاري لا يفرق بين الحلال والحرام. هنا محمد طلال السعيد يكتب: بيربري ماركة عالمية، وجود التماثيل لا يعني المساس بالعقيدة الإسلامية، هذا الكولكشن مالهم وهذه رمزيته. أنا كمسلم إذا مريت بعبد آلهة الحب مثلا ولا بشك بديني. أما علاء: ماكو قانون ولا أكو مؤسسات ولا أكو هيبة، أكو نائب ما يعجب شيء في مجمع، في جامعة، في شاليه، في فندق، في نادي، وأكو حكومة تقول له حاضر. أما دكتور زكي عيسى يقول: يحرم شرعا نصب التماثيل المجسمة وتتأكد الحرمة إذا كانت تمثل ما يناقض العقيدة، قيمنا الإسلامية لا تقبل التهاون في حفظها وثباتها. أما غنايم فلها وجهة نظر تقول: ترك كل مشاكل وهموم المواطن والفساد والنهب والسرقات اللي دمرت الديرة وراحوا حق مجسم يمثل ثقافة براند لا أكثر ولا أقل. سؤال: ليش محسسينا إنهم أوصياء على المجتمع؟ وليش محسسينا ان ايماننا ضعيف وممكن يتاثر ويتزعزع بسبب مجسم؟ مشاهدينا، هذه ليست المره الاولى التي يثار فيها الجدل عن التماثيل، ففي عام 2018 تم اغلاق محل لقيامه بصناعه مجسمات ثلاثيه الابعاد لاي شخص يرغب بالحصول على واحد يشبهه او لنفسه، وذلك بعد مطالبات من دعاه ونواب قالوا انها تشجع الناس على عباده الاصنام. مشاهدينا، معنا عبر سكايب من الكويت الناشط السياسي الأستاذ خالد العوضي. مرحبا بك أستاذ خالد العوضي. ربما الدول العربية فيها الكثير من التماثيل التي لها رمزية هنا أو هناك، لكن الناس لا تعبد هذه التماثيل ولا هذه المجسمات. لماذا في الكويت هناك خشية من تمثال، يعني يقال أنه يمثل آلهة الحب فينوس، إلهة الحب طبعا؟ نعم، مساكم الله بالخير وشاكر لكم الإضافة وأيضا الاستضافة لمثل هذه المواضيع. أنا ببتدي من حيث ما انتهى تقريركم اليوم. فعلا لماذا النائب السابق محمد هايف أثار مثل هذا الموضوع؟ طبعا الآن خلينا نروح على النقيض من الأستاذ النائب السابق الفاضل محمد هايف، وهم من يجاهر ويريد الإباحة في كثير من الأمور وليست التماثيل. يعني هذه التماثيل هو باب من أبواب المجاهرة والمطالبة بالإباحية في كثير من الأمور. احنا عندنا دكتور بالجامعة، دكتور ويعرفونه الإخوان في المجتمع الكويتي، اليوم يطالب بإباحة الخمور. تصوروا، شوفوا السبب، يطالب بإباحة الخمور حتى لا يقع شبابنا في المخدرات المغشوشة. طيب استاذ خالد العوضي، حتى لا نتعتد، يعني فهمت طبعا انا توجهات فكرك، عرفت وين التوجه. فانت قسيها اليوم اذا بنقبل مثل هذه الامور ونسطحها ونسفهها، يا عمي هذا تمثال،
منو راح يجي ويصلي تحت التمثال ولا راح ياخذه إله؟ لا، احنا عندنا عبدة شيطان اكتشفنا، لأن سفهنا وسطحنا مثل هذه الأمور. عبدة شيطان، تغليد أعمى عندنا بالمجتمع. احنا طيب، مشكلتنا العرب لكن اليوم يعني استاذ خالد، هناك من يقول بان يعني الكويت تقدم نفسها كدوله يعني مجتمع مدني، ثقافات لها يعني مساحه واسعه من الثقافه في المسرح وفي التمثيل وفي التلفزيون وغيرها. الى اي مدى برايك المناخ الديني اصبح يطغى على دوله الكويت في هذه الحادثه وغيرها؟ ليش مناخ ديني يطغى؟ احنا مسلمين. هو لا اعلم ذلك، ولكن لكن الانحلال اللي يعني هناك من شلون ينتقد يعني؟ ويقول بأن يعني مجسمات هذه لا يجب ينتقد؟ أن تهول بهذه الطريقة يعني. طبعا اكيد لازم ينتقد، ما انا توني شرحت، ما خلتيني اكمل، ما انا قلت لك الاسباب بس ما خلتيني اكمل. انت لو تخليني اكمل انا اقول لك ليش؟ لان هو بدايه هذا الامر تسطيح التماثيل، يبي يدخل على امور ثانيه، يبي يدخل الان على الانحلال وعلى الجنس وعلى الخمور وعلى هذا، باب يبي يفتحه. احنا قلنا لك ليش السبب. لكن اليوم لما تقول الطغيان الديني، احنا مسلمين، على احنا شنو؟ يعني احنا كفار وقلبنا صرنا مسلمين؟ هذا ديننا. لا أفهم هذا، وهناك الدول العربية هي كلها دول إسلامية وكلها بهذا طيب الاتجاه، ولكن بنفس الوقت شأنها يعني الذين في المحل قالوا إن هذا مجرد يعني دعاية للمحل، لأن الكولكشن طبعا جاء طبعا لازم يقول، بهذا التمثال يعني. طبعا يقول لازم يقول، بس احنا بعد نقول له انت تقدر. لا، وانا اقول حق صاحب المحل هذا ثق تماما، المذر كمباني اللي انت ماخذ منهم البراند والله ما سوى اللي انت سويته. قاعد يتجهون على امور اكثر تقنيه من الوسائل التقليديه المتخلفه اللي انت قاعد تسويها. ايش رايك؟ ولكن أحد المغردين يقول بأنها قد تكون هذه رغبة يعني شريحة في المجتمع الكويتي وليس المجتمع الكويتي كله، يعني مثلا تمام، عندما تابعنا التغريدات هذا اللي رأينا يقول هناك من انا يستغرب أصلا. ممتاز ممتاز، ما هذول يستغربون. انا اتمنى واحد فيهم الان يروح ياخذ هذه التماثيل ويحطها في وسط بيته، خلينا نشوف شو يصير فيه. ولكن يعني أليس هناك متحف في الكويت يعني، وهناك أيضا شكوى من فنانين يقولون بأننا يعني صنعنا تماثيل لأمراء الكويت ولا ايه نستطيع عرضها صح بسبب هذه صح وجهة النظر هذه، رغم أن هذه صح التماثيل قد تمثل يعني رمزية سياسية وتاريخية بالنسبة صح للكويت. انا اقول لك ليش؟ لان احنا مشكلتنا بالمجتمع الكويتي، انا بعطيك مثال. اليوم في بعض المجتمعات تبيح الخمور، يشرب لك كاس كاسين يا ستي ويروح البيت يحط راسه وينام. احنا بمجتمعنا اذا ما يعبي له بطلين ما يكون، يعني هو عنده هوس ان الشيء اللي بيسويه لازم يسويه سكريم. فقيسيها على التماثيل اليوم، اذا ذبحنا فيها راح تلقين الناس مبسطين تحت وياكلون تحته ويصورون وياه. مجسم، هم حرمونا من هذه الاشياء للمبالغه في التعاطي مثل هذه الامور. هم هذول اللي يشتكون صار عندهم مبالغه بالتعاطي مثل الامور، ما ياخذون الامور بالتوازن بالعقلانيه، شان الدول المتعذره. هم اللي خلونا نتوجه لهذه أستاذ الأمور خالد نمنع العوضي هذا. الناشط السياسي تحدث لنا عبر سكايب من الكويت. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.